أولا كلية الشرطة، الأول ملازم تحت الاختبار هشام السيد محمود علي. الثاني ملازم تحت الاختبار أحمد أيمن محمد محي الدين. الثالث ملازم تحت الاختبار إبراهيم محمد إبراهيم بدر. الرابع ملازم تحت الاختبار عمر محروس أبو القاسم همام. الخامس ملازم تحت الاختبار محمود محمد أبو النصر محمد. أول الطلبة الوافدين ملازم تحت الاختبار محمد عادل خليل لظن من دولة فلسطين. أول الخريجين الحاصلين على ليسانس الحقوق ملازم تحت الاختبار محمود محمد بيومي محمد. وللخريجات الحاصلات على ليسانس الحقوق ملازم تحت الاختبار شروق أحمد عبد المجيد شهاب. وللخريجات الحاصلات على بكالوريوس التربية الرياضية ملازم تحت الاختبار داليا طايل عبد الرحمن عبد الحميد. أول خريجي قسم الضباط المتخصصين ملازم أول تحت الاختبار أحمد أيمن حسين المصري. ولخريجات قسم الضباط المتخصصين ملازم أول تحت الاختبار حبيبة شريف عبد الحليم السيد. ثانياً كلية الدراسات العليا، الأول على دبلومات كلية الدراسات العليا مقدم كريم محمد كامل عبيد. أول الوافدين بكلية الدراسات العليا نقيب عدي أنور سعيد قنيبي من دولة فلسطين. ثالثا مركز بحوث الشرطة أولى الدارسين بالكوادر الأمنية من الدول الأفريقية عن فرقة تنمية مهارات القيادات الأمنية نقيب غريس ستيفانو ماكازي من دولة تنزانيا. الأول على فرقة حراسة الشخصيات وتأمين المنشآت الهامة رائد فاسيلي تاوتشي من دولة مولدوفا.